أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأفاضل. إذا كما أوردنا قبل قليل، استدعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزراء حكومة أحمد ويحيى لاجتماع مجلس الوزراء للمصادقة على مشروع قانون المالية 2019. المشروع جاء خاليا من أي ضرائب جديدة أو زيادة في تسعيرة الكهرباء والوقود والماء. في المقابل رصدت الحكومة قرابة 17 مليار دولار لمواصلة سياسة الدعم الاجتماعي. لمناقشة الموضوع مشاهدينا الأعزاء، يسعدني أن أستضيف هنا في الاستوديو الدكتور تيغرس الهواري البرلماني عن جبهة التحرير الوطني وعضو لجنة المالية والميزانية. أهلا ومرحبا بك سيدي. شكرا سيدي، بارك الله فيك. سيد تيغرس، يعني بداية، ما هي أهم النقاط التي حملها مشروع قانون المالية 2019؟ طبعا أهم نقطة هي الاستقرار الاجتماعي، أهم نقطة اللي عرفت في الحقيقة الميزانية بالنسبة لهذه السنة هي زيادة فيما يخص كل ما يخص طبعا التحويلات الاجتماعية وكل ما يخص طبعا سواء موجهة مباشرة للمواطن البسيط أو سواء كانت طبعا الموجهة لبعض القطاعات المهمة، خاصة يبقى دائما دعم قطاع السكن وقطاع الصحة وقطاع الموارد المائية. طبعا الميزانية خلال السنة مبنية على أساس، السنة الماضية كانت مبنية على أساس 50 دولار للباريل، العام هذا مبنية على طبعا حوالي طبعا 60 دولار للباريل لهذه السنة. ولكن عرفت هذه الميزانية في الحقيقة استقرار تقريبا خاصة السلم الاجتماعي والمحافظة على الدولة أو الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية. ما هي أهم الزيادات التي قررها هذا المشروع أو هذا القانون، قانون المالية 2019؟ يعني الجميع يعرف بأن ليست هناك زيادات يعني في المواد واسعة الاستهلاك وفي المواد المهمة، ولكن هل من زيادات في المواد الأخرى؟ لا، من خلال شوف من خلال دراستنا القانون أو المشروع القانوني اللي موجود، طبعا اكيد انه لا توجد زياده تقريبا بتاتا في كل القطاعات، استقرار تام في كل القطاعات، خاصه في الجزء المتعلق بالسلم الاجتماعي، المحافظه على طبعا المستوى المعيشي بالنسبه للمواطن، على الاستقرار بالنسبه للمداخل المواطن، رغم انه في الحقيقه نشهد نوعا ما من جزء من التضخم اللي راح يعود طبعا بالعبء على المواطن. كان كاين فكرة اللي هي خاصة فيما يخص رفع الدعم، ولكن هذه الفكرة أجلت إلى السنوات القادمة بحجة أنه عدم توفر الرقمنة، عدم توفر البيانات المهمة، عدم توفر كل هذه الأمور والمخاطر تاعها بالنسبة للمواطن. قلنا أنه هي في الحقيقة خاصة مشكلة الدعم اللي أجلوها للسنوات الجاية هي مهمة بالنسبة للمواطن، بلا ما يخافش من المواطن، ولكن راح تولي بالنسبة جانب إيجابي بالنسبة للمواطن لما نقوم بعملية التحويلات الاجتماعية مباشرة للمواطن الذي يستهل، طبعا يستهل هذه التحويلات، وبالتالي أنا نظن أنه هذه الطريقة راح ترفع من المستوى المعيشي وراح طبعا تخفف العبء على خاصة على ميزانية الدولة. في بعض الحالات رانا نشوف أنه وهذا ما هو موجود إن شاء الله في السنوات الماضية أنه نستهلك في بعض القطاعات أكثر ما يمكن أن يستهلك على المستوى المحلي. نعطيك مثال، قطاع الطاقة هناك تهريب لحوالي 60% من هذا القطاع خارج الحدود الجزائرية. كنا نفكر ونتمنى أن تتم طبعا هذه التحويلات مباشرة إلى المواطن البسيط ويمكن أن يستفاد منها طبعا، ويمكن أن نرفع مستوى المعيشة بالنسبة للمواطن، لأنه تعرفوا أنه تقريبا عندنا أكثر من عشرية منذ 2000 حوالي 6 و7 آخر إضافة بالنسبة للزيادة فيما يخص المداخل، ولكن المداخل في هذه المرحلة أنا أقول لك أنه ما زالت نوعا ما منخفضة مقارنة مع إمكانياتنا، يجب إعادة النظر في هذه المرحلة أو إعادة النظر فيه، خاصة مداخل المواطن ودعم المواطن بطرق أخرى متعددة في السنوات الجاية إن شاء الله. نعم سيد تغرس، ربما سنعود بعد قليل الحديث عن هذه السياسة، سياسة الدعم الانتقائي والتي موجه والموجه، وما جاء في هذا المشروع جاءت مناقضة لتصريحات العديد من الوزراء في الفترة السابقة. دعني أسألك الآن، يعني من المواضيع المهمة أيضا والتي ينتظرها الشارع هي مساهمة الدولة في صندوق الاحتياط للتقاعد، يعني في صندوق التقاعد. ما الذي حمله المشروع بخصوص هذا الموضوع؟ طبعا تعرف انه فقط انه هناك عجز كبير فيما يخص صندوق التقاعد،
وكل مرة السنة الماضية مدينا حوالي 500 ألف طبعا لهذا الصندوق. السنة هذه السنة كيف نفس الشيء، هناك دعم مباشرة دائما لأنه كان عجز في تسيير هذا الصندوق، وعجز كذلك بالنسبة لإمكانيات هذا الصندوق، مشاكل كبيرة من خلال بعض السياسات السابقة في بعض الحالات اللي ما كانتش في محلها. ننتظر طبعا إعادة النظر في هذه العملية، لأنه ماهوش معقول أنه نعطيك مثال فقط بسيط، من غير المعقول أنه أستاذ جامعي يخرج مثلا بأجر لما يروح طبعا الراتب تاعو يخرج بحوالي 12000 او 18000. يجب اعاده النظر في هذه العمليه وتحيين الدخل بالنسبه لهذه العمال الاجراء لما يروحوا طبعا لهذه المرحله. اشكاليه انه نقولها بكل صراحه، سياسه الضمان الاجتماعي في الجزائر حقا نوعا ما فاشله. يجب اعاده النظر، يجب اعطاء طبعا الاحقيه بالنسبه للمواطن من خلال سنوات اللي تعب فيهم، على الاقل نعطوا له فرصه باش يعيش معيشه طبعا كريمه في نهايه طبعا العهده تاعو. سيد تراس، هذا الاجتماع ياتي ايضا في اعقاب سلسله من يعني الاحتجاجات التي عرفتها مجموعه من القطاعات. هل يعني تعتقدون بان ما جاء في هذا المشروع، مشروع قانون الماليه 2019، يعني كفيل بإسكات هذه الاحتجاجات وكفيل بتهدئة الأوضاع على الجبهة الاجتماعية؟ والله شوف، أكيد أنه قانون المالية اللي خلال سنة 2019 هو قانون مالية طبعا هدف منه هو طبعا تهدئة كل ما هو يثير الجانب الاجتماعي بالنسبة للمواطن الجزائري، ولكن ما يكفيش. أنا ننتظر قرارات أخرى من طبعا الحكومة الجزائرية ومن طبعا السيد رئيس الجمهورية باش يكون صاحب بعد العملية قرارات أخرى أكثر طبعا أكثر اقتصادية، لأن المواطن ما يهمه هو طبعا المستوى المعيشي، ما يهمه هو السكن، ما يهمه هو الصحة، ما يهمه هو المشروب اليومي. هذه الإشكاليات الأساسية بالنسبة للمواطن البسيط. المواطن البسيط ما يهموش لا قانون المالية ولا الميزانية ولا أي شيء، اللي يهمه كيف يمكن أننا نرفع المستوى طبعا المعيشي. إمكانيات أنا نقول في بعض الحالات متوفرة في الجانب هذا، لما نشوف قطاع السكن أنه إمكانيات اللي معطاة القطاع السكن هي عبارة عن إمكانيات كبيرة، ولكن كاين إشكالية واحدة أخرى، هي إشكالية سوء تسيير في هذا القطاع. لما نحكو قطاع الصحة ونشوف من خلال الميزانية، لما نشوف الميزانيات الموجودة أمامنا هي عبارة عن ميزانية ضخمة، ولكن يبقى دائما أنه هناك نقص في التسيير، هناك سوء في بعض الحالات التسيير، وطبعا ما كانش رشاده في عمليه تسير. يجب اعاده النظر في طبعا كل هذه الاجراءات في المراحل الجايه، واعتقادنا انه راح تكون قرارات حاسمه وطبعا في الايام الجايه ان شاء الله. نعم، ذكرت نقطه مهمه وهي يعني قطاع الصحه، تحويلات اجتماعيه كبيره يعني تخصص لهذا القطاع. هل من تفاصيل حول يعني القيمه المخصصه لهذا القطاع، خصوصا وانه يعاني من مشاكل عديده؟ طبعا اكيد انه قطاع الصحه تقريبا يحتل الرتبه الثالثه بعد قطاع طبعا وزاره الدفاع ووزاره التربيه. امكانيات موجوده هي عباره عن امكانيات ضخمه موجهه مباشره لقطاع الصحه، ولكن اشكاليه موجوده في الواقع انه ما زلنا ما وصلناش الى منظومه صحيه تتلائم مع المجتمع الجزائري. هناك أخطاء جسيمة نشوفها في الواقع، هناك أخطاء مرتبطة بسوء تسيير، هناك أخطاء مرتبطة بالنظرة الاستشرافية لهذا القطاع، ما كانش أصلا نظرة استشرافية. هناك طبعا هناك وهناك وهناك. أنا نقول أنه لا يكفي فقط أننا نوقف أو نحاول أننا نعطي طبعا تهدئة للسلم الاجتماعي، مهم جدا ميزانية فيها دعم كبير خاصة كما ذكرنا مقبل التحويلات الاجتماعية، ولكن كيف تمنح أو كيف تصل هذه التحويلات الاجتماعية بالنسبة للمواطن، وفي بعض الحالات المواطن البسيط ما يتحصلش على هذه التحويلات الاجتماعية وتروح طبعا للمصانع وتروح إلى مناطق أخرى. قلنا يجب أن تكون سياسة في المرحلة الجاية سياسة رشيدة، الهدف منها أنه كيف بكل صراحة كيف يمكن أننا نرفع من المستوى المعيشي للمواطن ونحافظ على كرامة المواطن الجزائري.
ما هي مرتبة السكن والإسكان وإعادة الإسكان في أولويات هذا القانون، القانون المالي 2019؟ والله تقريبا حافظ على نفس السنوات الماضية، أنه إمكانيات موجودة بالنسبة لقطاع السكن. ولكن نعطيكم فقط مثال بسيط، لما صادقنا في قانون المالية 2018 صادقنا مثلا على 70,000 سكن، طبعا لسكن من نوعية الألبية، هو سكن مدعم اجتماعي، ولكن في الواقع أنا أقولها بكل صراحة غير موجودة وتمشي بوتيرة وتيرة سلحفات. إذا ما إشكالية، ما هي موجودة في الإمكانيات؟ أنا أقول الإمكانيات المادية ومن خلال الميزانية هي إمكانيات كبيرة. قلنا كاين إشكالية ويجب أن تكون رقابة صارمة في هذا الجانب، يجب أن تكون رشادة، ويجب أن تكون في بعض الحالات نقولها قبضة حديدية في هذا العمل، باش نقدر ننجز تقريبا كل المشاريع اللي حطينا. قلنا 70,000، ما كانش حتى 10,000 انطلقت على المستوى الوطني فيما يخص. أعطينا أكثر من 120,000 سكن فيما يخص السكنات الاجتماعية قانون المالية 2018، تقريبا إنجاز تاعها ما يلحقش حتى النصف. أعطينا إمكانية نقول من خلال ميزانية الدولة، من خلال طبعا رشادة السيد رئيس الجمهورية في هذا الجانب، إمكانيات موجودة. وطبعا الإشكالية كيف يمكن تسيير هذه الإمكانيات؟ يجب الرقي إلى مستويات عليا، ونقولها في بعض الحالات ودائما نقولها، يجب رقمنة كل القطاعات باش نقدر المواطن البسيط يقدر يعرف ما هو موجود في الجزائر وما هو له وما هو عليه، ويمكن أنه يقدر يعرف حتى المسؤول الكبير في الدولة الجزائرية كيف يسير طبعا المرفق العام. هذه الإشكالية اللي لازم نطرحها ولازم تكون عندنا طبعا نظرة استشرافية للمستقبل، وهذه غير موجودة تقريبا في كل القطاعات، ويجب إعادة النظر في العملية. نعم سيدي غرسي، أسعار الدولار أو أسعار النفط عرفت انتعاشا الحمد لله. يعني في الأشهر الأخيرة في لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، يعني عند إعداد هذا المشروع يعني من الناحية التقنية كيف تربطون بين ارتفاع أسعار برميل النفط والإعداد لمشروع قانون المالية؟ والله يا سيدي في الجانب هذا طبعا احنا قانون المالية طبعا كان على أساس اللي هو 60 دولار للبريل، لأنه السنة الماضية كان 50، وكان الاتفاق أنه راح تكون استقرار طبعا في أسعار المحروقات، وكتشوف وصلت أكثر من 80 اليوم دولار 82 دولار البارح 81، اليوم 82، ونتوقع نتمنى طبعا توقعات الاوباب انه راح تكون خلال نهايه السنه حتى توصل الى 100 دولار. نعم ولكن الاشكاليه ما تنساوش فقط انه عندنا عجز في الميزانيه. من خلال هذا السنه فقط عندنا عجز في الميزانيه اللي يوصل حوالي 10 ملايير دولار، اكثر من 10 ملايير دولار. حاجه واحده اخرى انه ما زلنا نغطي الميزانيه نتاعنا من خلال طبعا النقود اللي هي طبعا كما سميناها الوسائل غير التقليدية أيوة اللي نعم طبعا اللي هو الطريقة الغير تقليدية. إشكالية فقط أنه معناتها أنه رانا نغطي هذا العجز بجزء اللي هو، وجزء آخر اللي هو طبعا غير تقليدي. الإشكالية فقط أنه في المرحلة الجاية يجب، لأنه هذه المرحلة هي 3 سنوات وعلى أقصى تقدير هي عبارة عن 5 سنوات، ولكن كيف يمكن أننا، لأنه لما نشوف العجز في الميزانية بصفة عامة راح نشوف أنه خلال هذا السنة عندنا حوالي 17.2 مليار سنة، عفوا ثم السنة اللي بعدها راح تكون تقريبا 14.2 ثم 14. ما زال عندنا إشكالية فيما يخص العجز في الميزانية حتى في السنوات الماضية، وبالتالي حتى هذه المداخيل ممكن أنها راح تغطي العجز في السنوات، لكن باش تكون عندنا فائض بشكل كامل بشكل إيجابي يجب تنويع المداخيل الوطنيه، لانه احنا عندنا هذيك الجزء من الاكسجين. لما نسمع اسعار المحروقات كل الجزائري يفرح، وانا شخصيا لما قلت لي وصلت 82 اني فرحت قدامك، لانه قعدنا مرتبطين بهذا القطاع وهو المصدر الوحيد بالنسبه لنا. تعرفوا انه يمثل تقريبا 97% من الصادرات المحليه، يجب اعاده النظر وتنويع مصادر الدخل تاعنا اللي هو تنويع الانتاج فيما يخص القطاعات المتعدده. وهو ما هذا اللي لازم نفكر فيه في المرحله الجايه، معناتها انه كان مفروض اللي هو فيما يخص طبعا عمليه طبعا الاتفاق اللي كان خاصه فيما يخص التمويل غير التقليدي،
أنه كل تقريبا الأموال هذه تروح مباشرة إلى عملية القطاعات الحساسة اللي فيها استثمار، معناتها في قطاع الطاقة، في قطاع صنع الغاز، في قطاعات مهمة، باش لأنه الهدف من هذا من هو كيف يمكن أن تكون حركية اقتصادية وندير استثمارات وبعدها تعود عندنا مردودية لما نستثمر. ولكن ما كانش في هذا الجانب، أنا نقول أنه ما كانش حركية كبيرة، فقط سنترك نشوف بعض الاستثمارات، ولكن القطاعات الأخرى لم تأتي بالجديد، وبالتالي لما تخلص عملية الطبع فيما يخص التمويل الغير تقليدي في المرحلة الجاية وش راح ندير؟ هذا اللي نتخوف منه أنا، لأنه تقريبا نقول لك هذه عبارة عن ترقيعات رانا نشوف فيها في المرحلة السنة الثانية والثالثة، وفي بعض الحالات نفرح لأنه راح نغطي العجز الموجود في الميزانية وعجز موجود في الواقع، راح نغطي هذه الفكرة، ولما تخلص هذه الفكرة 3 سنوات 5 سنوات راح نعاود نطبع، لا يمكن، لأنه إشكالية مطروحة في الواقع. ونقول أنه معدل التضخم في الجزائر في الحقيقة نوعا ما مستقر، مش حاجة كبيرة مقارنة مع عملية التمويل الغير تقليدي، لأنه علاش قلتها في كثير من الحالات أنه هناك عملية اكتناز كبيرة موجودة في الجزائر، اللي هي هناك كمية من النقود اللي المفروض تكون متداولة، ماهيش متداولة، مكتنزة في مناطق معينة. ربما هذا يقود الحديث أيضا عن ضعف المنظومة البنكية في الجزائر. أكيد أكيد، لما معناتها لما نشوف لأنه لما اقتصاديا مجموعة السلع والخدمات مع الكتلة النقدية لما يكون توازن هنا تكون عندنا استقرار. هنا في الجزائر يظهر أنه توازن، لأنه الكتلة النقدية الكبيرة اللي راهي زايدة هي مخبية في مراكز معينة في مناطق معينة ولا تحرك الاقتصاد. تخيل أنه لما تكون لأسباب معينة تخرج هذه الأموال، وش يصرى؟ يصرى أنه الكتلة النقدية اللي متداولة في السوق هي عبارة عن كتلة كبيرة مقارنة مع السلع والخدمات الموجودة، وبالتالي ترتفع أسعار. ولكن هذه مسؤولية الحكومة أيضا، تقع على عاتقها مسؤولية يعني محاولة إخراج هذه الكتلة النقدية وضخها في السوق. والله مسؤولية الحكومة ومسؤولية المواطن، لأنه كان إشكالية في الحقيقة، نقولها بكل صراحة، كان إشكالية الثقة ما بين المواطن وما بين الحكومة والمؤسسات المواطن البنكية والمؤسسات البنكية. تدخل المقبل لما تبحث على الأموال تاعك وتجي لما تروح فقط البريد تبحث على الأموال تاعك عندك إشكالية، ما تقدرش تسحب، قال نحتاج 20 مليون ما كانش، وإشكالية كبيرة ومشاكل لازم طلب ولازم انتظار ورقابة في بعض الحالات، لأنه تعرفوا أنه لما تدفع أموال كبيرة في البنوك لما تخرج أموال هذه البنوك راح تبلغ الجهات الرسمية في هذا الجانب، هذه إشكالية. قلنا علاش قلنا احنا قلنا مهم جدا رقمنا، وممكن مهم جدا إعادة النظر طبعا في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وحكينا شحال من مرة أنه يجب إعادة النظر في الاقتصاد الجزائري، إعادة النظر في الهيكلة، يجب إعادة النظر في هيكلة المؤسسات، وهذه حكاية من تقريبا من التسعينات وهي تمشي. فقط أنه حان الوقت أنه لازم نكون جريئين، أنه لازم يكون عندنا دراسات مستقبلية، تنبؤات مستقبلية، وكذلك رشادة اقتصادية، وهذا هو موجود طبعا اللي غير موجود في الواقع الاقتصادي. نعم دكتور تيغرسي، كسؤال أخير، قلت قبل قليل أو بررت عدم لجوء إلى يعني السحب التدريجي لسياسة الدعم والمكرسة من خلال هذا المشروع بأن يعني القاعدة الرقمية غير متوفرة إلى غير ذلك من الأمور التقنية. البعض يقول بأن هناك تناقض في تصريحات الوزراء السابقين مع ما يتم الإعداد له في الواقع من خلال مشروع قانون مالية 2019، البعض يرى فيه تخبطا من المسؤولين ومن الحكومة في التعامل مع هذا الملف. والله شوف أن احنا كانت لنا خرجات ميدانية في الواقع خاصة في قطاع المالية، وشفنا أنه حتى العمال الموظفين على مستوى القاعدة بالنسبة لوزارة المالية كلهم تقريبا مؤقتين. لما تشوف أنت تطلب مثلا بالنسبة لدومين تروح تبحث عليهم تحوس ينفيش عادية يحتاجها في ملف معين، تروح مباشرة تقعد هذه لأيام باش يعطيك النيجاتيف مثلا شهادة سلبية 15 يوم وشهر وشهرين باش تحصل على شهادة سلبية. وين رانا؟ وش من العالم رانا هنا؟ ما زلنا في هذه المرحلة؟ وهذا يمكن هذا طبعا اللي هو يباننا في 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 الغالب تقريبا ميدان مهم جدا وميدان متطور. لما نسمع بوزارة المالية وطبعا كل الهيكل التابعة لها المفروض تكون هي السابقة وتكون هي القاطرة التي
تسير وتمشي طبعا الاقتصاد الجزائري. لاحظ أنه وزارة الداخلية وقدرت تترق من القطاع اللي كنا من غير المعقول أنه البلدية مثلا تقدر تسير هذا الجانب وترق منه والحقنا وقلق منه. فما بالك قطاع المالية؟ أنا أقول شوف فما بالك قطاع المالية خصوصا في هذا الملف الحساس، يعني من يستحق الدعم ممن لا يستحق الدعم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور تيغرسي الهواري. فقط نعم باختصار مفضل. نعم فقط باختصار أنه تقريبا ميزانية الدولة في هذه السنة ميزانية متوازنة، هناك طبعا فكرة وإرادة لدعم خاصة الاجتماعي وتحقيق ما يمكن تحقيقه للوصول إلى طبعا دولة اجتماعية، ولكن يجب إعادة النظر في كثير من الأمور في السنوات الجاية. شكرا. نعم شكرا جزيلا لك دكتور تيغرسي الهواري البرلماني عن جبهة التحرير الوطني وعضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. شكرا سيدي. مشاهدينا الأعزاء في الجزء الثاني من هذا النقاش سنخصصه للحديث